أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، يقول ما المقصود بالشك في هذه الآية؟ شك على بابه، لكن الرسول ليس في شك عليه الصلاة والسلام، والشرط لا يلزم وقوعه، شرط لا يلزم وقوعه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تقطع؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا أشك ولا أسأل، لا أشك ولا أسأل. نعم.